فيضان ده من سنة 1946 48 حصل فيه ده. كايا ذات بقت كبيرة ما معروف ذات الحاصل شنو. نحن بالنسبة لنا نحن متضررين تضرر شديد من المياه ذاته، من البيئة ذاته بتاعت الموية دي. لما جيت لقيت المويه خشيت جوا، لما جيت لقيت الوادي لقيت المويه ده حد هنا. للجماعه قلت له والله السنه مويه ده كثير، قال لي كثير وين؟ قال لي والله اكثر مويه السنه، قال لي المويه البارك كان حد هنا.